كلمة ربنا الذي يحيا ويموت أبدا الدهور آمين. ويقوم معهم رجال من المحطة حياة جديدة وذلك باعتماده من الماء والرطوبة. عليكم أيضا أن تربوا على الجنان تربية تجعل تلك الحياة جنائية تنمو فيه من يوم إلى يوم في مأمن من عدوى الخطيئة وبجميع أعمالنا وبجميع أضافنا حتى فعاصم. أتؤمنون بربنا يسوع المسيح ابنه الوحيد الذي ولد من مريم البتول وتألق وصبر وقام بين أموات وهو الذي اعترف به الان معا لها انتهى حبيبا اوكي بدك تحط راسك اوكي والله حولك يا أبن انا عمي باسم الاب والابن والروح القدس امين. من ذنبك ايها المسيح جرى ينبوع ان الله الخبير ابا ربنا يسوع المسيح قد خلصك من دون الخلاص حتى تنضم الى شعبه فتكون عضوا للمسيح الكاهن والنبي والمالك للحياه الابديه امين.